مرحبا سي عمر، تبارك الله عليك. قدموا السميات ديالكم، قدموا السميات ديالكم. سبحان الله العظيم، تمشر ولا متجاسم عارف لهم الهوان لكم. شنو سميتك؟ سميه محمد مشرق. محمد مشرق، مرحبا. زكريا بهاردي. زكريا بهاردي. زكريا بهاردي، تبارك الله عليك. محمد بومسيس. محمد بومسيس، تبارك الله عليك. وتبارك الله على الناس في الامراء، سلموا لي على الناس. تبارك الله. ومانا الحمد لله. ومانا كلمه من زكزا، الله يعمرها. سلعه ديك الغابه وديك المناطق، قريب ان شاء الله نضربوا شي دورات تما ونجيب معايا السي عمر، غادي يكون معنا ان شاء الله. الاصدقاء ديالو الحمد لله موجودين. الله يجزيكم بخير. تبارك الله عليكم، وساعه سعيده الطريق. تبارك الله عليكم. صمتوا شحالكم هذا؟ ناس الحسيمه، مرحبا. ناس الحسيمه، مرحبا. شنو السميه؟ انا ولا انت؟ انا تحية من بلجيكا، الأخ الحسيمة، تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. شكرا شكرا، الله يحفظكم. شكرا سي عمر، الله يعاونك. مرحبا سي عزيز، اش فيها؟ نشطونا هاد الحباب مساكين. لا تبارك الله، الناس خنيفرة. الدنيا النشاط، تبارك الله، والناس الخير. خنيفرة باش مشهورة؟ ناس فيلا حياة. خنيفرة واحد المدينة جات في واحد أطلس، تبارك الله، ومعروفة الناس بالفلاحة. النيت قليل عندهم ديال الفلاحة، أمور عندهم شوية ميتة. واحد الدولة، واحد المدينة اللي تتعاني بزاف. السي عمر، السلام عليكم. الله يحفظك. الله يحفظك. شوية ديال التجارة وشوية ديال هذا، وعندك خنيفرة، عندك سيدي زاوية إسحاق. نعم. تدوز حتى زاوية الشيخ، زاوية الشيخ كلها بتيخ. زاوية الشيخ طواجن وزوانين، طواجن تدخل على بني ملال وتشوف القصيبة الموحة وحمو. تبارك الله عليك. عاوتاني تجي لبني ملال، بغيتي تدوز عاوتاني على قلعة الصراغنة في السكن. داخل السعيد، قلت لك السعيد. خي عزيز، دابا نقلبوا الموضوع. مرحبا. تبارك الله، كتبان يعني كيبان الهيكل ديالك، الجسد ديالك كيبان يعني فورمي غليظ. كاين تبارك الله، بغيتي تجري نجري. كاين تحدي اخويا عمر، انا وياك. كاين قصر الصغير طنجة ان شاء الله، وغتكون على المباشر اخويا عمر. تنطلبك للتحدي. ولكن انت صعيب عليا، فهمتي؟ علاش؟ لا بالعكس، انا يا رما انا سمعت في السبور هذه مده. اسمعني، انا شحال ندير معك؟ ندير معك هذيك المساله ديال الغزاله صاحت في الملأ في وسط يعني في عالم الغابات. تكلمت مع هذاك السكان ديال الغابه، قلت لهم يلاه شكون يتسابق معايا؟ كلشي بقى يتخبى. الغزاله تكلمت في الغابه وقالت له يعني الحيوانات كاملين كيجريو، قالت لهم شكون يصار عني؟ حتى واحد ما قد الا القلفود قال لي انا نتسابق معك. ما عليناش يعني، جات هي الاولى، شكون جاي الثاني؟ القلفود جاو الثاني، يعني دال اللقب، دال المرتبه الثانيه الفضيه. هي هذه ديالي زعما انا. الموضوع ديالنا اللي بغينا نشرحوا له واحد البطل اليوم، بغينا نعلنوا الكامل للمشاهدين والمغاربه ان شاء الله كلهم يتبعوا واحد البطل كبير تبارك الله، اللي غادي يكون على المباشر بعد الاذاعات، هما اللي غادي نقلوه. معروف بطل عالمي، بطل الابطال، هو بدر هاري. بغيتك تنشر اخويا عمر هذا الفيديو هذا باش الناس يبقاو متبعين، وان الساعه ربما غتكون ربما 11 ليلا ان شاء الله غادي يدوز هذا المباشر ديال بدر هاري ان شاء الله بحول الله. والحمد لله بغينا نطلبوا من المغاربه كاملين يتبعوا بدر هاري بقلوبهم ويدعوا معاه، وبغينا الفوز ان شاء الله، ولا غيره الا الفوز ان شاء الله. تبارك الله اخويا عمر. الله يحفظك اخي عزيز. وفي غادي ان شاء الله دابا؟ غادي دابا نضربوا واحد الدويره ان شاء الله، لا نمشيو بعدا هي الاولى نصليو ان شاء الله. شحال نصليو دابا؟ نصليو ان شاء الله العصر. الله. ان شاء الله بحول الله، ومن بعد غادي نديرو ونجلسو نديرو لهم شي مباشر. الله. ان شاء الله المتتبعين، ومرحبا بكم، وحنا بغيناكم تستافدوا معنا باش تفيدوا الخوت. سافيد وفيد من عند هذا الاخ عمر ابو حفصه، وراه عنده ما يقول. وقريبا غادي يكون محتوى جديد ومشجي وفيه العلم، تنشر العلم. الله الله، حنا مع العلم، مع نشر العلم، ماشي مع نشر الجهل. تبارك الله عليكم. الله يحفظك. ودائما كلنا ابطال، وبطلنا هو اليوم ان شاء الله بدر هاري. تبعوا لي هذا البطل، غادي يكون لاعب معاريكو ان شاء الله، وبغيناه يفوز. نعم. ما فاز الا النوامون. خليني نعس. خليني نعس. تبارك الله. واش اخي نعس؟ الله يعاونك صاحبي. نعس مع هذا قبض العسد الليل هذا. اخوان، كنحيوا السي عزيز لهذ الاستفاده اللي استفدنا منه، ولهذا الاعلان لهذا البطل ديالنا، بطل بدر هاري. بدر هاري. مغربي ولد بلادنا. نعم. تكون عنده واحد المقابله ان شاء الله مع ريكو.
وراه غادي يكون الفوز بدر هاري 100% ان شاء الله بحول الله. بطل تبارك الله سيرتو راه وصل لواحد المستوى كبير تبارك الله. شفتو مؤخرا دار واحد المقابله مع ريكو وبواحد تبارك الله بواحد المعامله زوينه تاع مع ريكو. هو الاول سلم عليه وقال له مرحبا وقال له في الحاله با وريني اش كاين وريني حنا نسديك. وان شاء الله اليوم كاملين راه بفارغ الصبر تنتسناو هذا البطل بطل بدر هاري ان شاء الله. تبارك الله عليك خويا عمر. انا خويا عزيز الله يجزيك بخير. بارك الله فيك بارك الله فيك. كنحيوا الاصدقاء ديالنا صراحه تشرفنا بهاد الاصدقاء ديالنا ديال شمن مدينه في المغرب مدينه خنيفره فرنسا خنيفره الله يعمرها سلعه الله يجزيهم بخير. ديجا انا سكنت مع دوك الناس انا الحمد لله المغرب كامل سكنت فيه دوك الناس ديال خنيفره الله يعمر لهم الدار صراحه الله. وتحيه خنيفره الحاج حسينه الحاج حسينه تبارك الله عليك وولدو محمد حسينه ومحمد سي محمد حسينه راه في كازا وعندك سيدي الحسن الحسن الله يعمر ليه الدار الحسن من خنيفره. عندك سي قاسمي محمد راه توفى كان بطل هذا تبارك الله واحد البطل كبير محمد قاسمي راه توفى الله يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله. والناس وومانا زاويه الشيخ كلها بتسيخ ايتي اسحاق تيغ سالين الهري دوك الناس كاملين الله يعمر اسلعه. وخنيفره راه احسن منطقه تتعجبني واحسن بلاصه في العالم تتعجبني هي سميها قلمام ازكزا واحد البحيره راه اللي ما شافش ديك البحيره ودوك الجبال وديك الغابات تبارك الله تما راه ما شاف والو. تنتمنى من المشاهدين ديالنا يحاولوا يطلعوا يزوروا ديك المنطقه راه فيها ما يتشاف. وتبارك الله عليكم ودوك الناس تبارك الله راه تيديروا شي طويجنات زويونين في قلمام ازكزا بالضبط بفرارج بلديان وداك الشيء زواون ان شاء الله. وتبارك الله عليكم الله يحفظك خا عزيز. ولا هاد النقله ديال سنه نصطاب الفرصه كنحيي صاحبي سعيد سعيد شليح يعني من زاويه الشيخ كما قال خي كما قال خي عزيز. عندي واحد صاحبي غزال منور تبارك الله خويا سعيد. كنحيي الاصدقاء ديالنا تبارك الله عليكم اينما كنتم فينما كنتم داخل ارض الوطن او خارجه لي فرنسا ولي بلجيكا لي هولندا شكرا لكم اخوتي. احنا في طنجه وطنجه تبارك الله منوره. تحيه الناس ديال سوماجيك تحيه الناس سوماجيك ها هي هنا كتهلا فينا في المرسى سوماجيك. اسمع الديكاجور اسمع تحية لخويا مراد ولد با العربي مراد ولد با العربي تبارك الله عليك نعم سيدي. يلا خوتي تبارك الله عليكم المرضيين وصراحة الدنيا فايتة الدنيا فانية ما يدوم حال دوام الحال كما قالوا الناس من المحال طنجة زيانة اخويا عزيز. لا تفضل الناس راه خدامة. نعم الناس راه خدامة ماشي نايمة. من جد وجد ومن زرع حصد. اخوان تكلمنا في هذا الفيديو هذا وفي الخاتمة ديالو راه الدين اخوتي الدين بسبب بقاء الكون بسبب بقاء الدين بسبب باش يبقى هذا الكون هيدا خاص يكون الدين. حيت الله عز وجل يعني مهما خلق هاد الدنيا وهاد النظام اللي كتشاهدو الساير فهمتي شوف سبحان الله العظيم. اما هاد الدار الكماليه الجنه شيكون فيها شوف هاد الدنيا وشوف كتلقى اليمين الشمال هذا غادي هيدا هذا غادي هيدا داك الشيء مدقق ولكن بعد الانسان كيخرق القانون الله يهديه فهمتي يعني سبحان الله في هاد الدار الكماليه الجنه الله يجعلنا واياكم من سكانها كاسكون كيف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأن الله عز وجل أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شوف شوف تبارك الله طنجة كيدير
يلا تبارك الله عليكم المرضيين، كنحييكم كيف ما قلنا. الخاتمه ديالها مسك دين اخي، دين ولا تموتن الا وانتم مسلمون. المساجد صبحت كتشتكي يا اخي ديالي والله العظيم. الجامع صاحبي، الجامع الجامع، المساجد بيوت الله، المساجد بيوت الاتقياء الانقياء. السلام عليكم، اقول ما سمعتم، واستودعكم الله ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.